تعال 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 والله انا الي ناس عالساتر وانا قرايبين وطلعوا من شدة القصف من البلد واجوا من مهين ومن حوارين ومن القريتين ومن جيرود، اجانا ناس كثير وعالساتر هي وهلا لسه ما دخلوا الارض هنا العباره ساتر. ساتر هو ترابي محطوط مثل السكر هيك تراب ترابي والارض صحراء قحرة ما فيها شيء، فيها العقارب فيها الحيايا فيها الحشرات فيها الوحوش. ابتداء من شهر أدار مارس 2015 بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص الموجودين على الساتر الترابي والقادمين من سوريا طالبي اللجوء. هذه المساعدات تتضمن وجبات غذائية، الماء، الرعاية الصحية. وابتداء بداية شهر الخريف بدأنا بتقديم مساعدات تتعلق بفصل الشتاء مثل بطانيات، حطب، شوادر، ملابس شتوية من أجل مساعدة الأشخاص الموجودين هناك على تحمل البرد القارس في الصحراء. توصيل المساعدات لا يتم بدون صعوبات كثيرة وجمة، أهمها الطريق الصحراوي الصعب الموجود بين مكتبنا في رويشد إلى منطقة الركبان. الرحلة تستغرق 3 ساعات، ساعة منها على طريق معبد ولكن ساعتين في طريق صعب جدا، وتزداد هذه الصعوبة في فصل الشتاء حيث تهطل الأمطار ويصبح الطريق صعب العبور فيه. ويتلقى مندوبو اللجنة طلبات من أشخاص أو من عائلات الأشخاص الموجودين على الساتر الترابي من أجل الإطمئنان على مصير وصحة عائلاتهم أو أفراد العائلة الموجودين على الساتر الترابي، فيقوم المندوبون بنقل السلامات وطمأنة هؤلاء الأشخاص الموجودين والقيام بالعكس، أي الاتصال بالعائلات المستفسرة وطمأنتهم على مصير أفراد عائلاتهم الموجودين على الساتر الترابي. يعني لما رب العالمين ما كرمهم وبعث لهم هالصليب الأحمر أعطوهم إحرامات وعم يجيبوا لهم كل يوم وجبة، يعني قالت لي يعني على مثل ما بيقولوا خبزة وشغلة صغيرة من اليوم لو شو قطعة فواكه كل 24 ساعة، ونقول الحمد لله نعمة لأنه مستورين وإنه عم نستنى الفرج لحتى لي الله سبحانه وتعالى بعث لنا أولاد الحلال وندخل.